أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت
فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ثم لم ينقصوكم شيئا ثم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم.